بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس التعلم عن بعد بعنوان خط الرقعة، وسنتناول حروف الباء والتاء والثاء، وهو درس من دروس مهارة الخط في مادة اللغة العربية للصف الخامس. أتوقع من طالب العزيز في نهاية هذا الدرس أولاً أن يتعرف معايير كتابة الباء والتاء والثاء في خط الرقعة، ثانيا أن يكتب عبارات احتوت حروف الباء والتاء والثاء بخط الرقعة كتابة صحيحة. أعزائي الطلاب، أمامكم الآن نموذجان، الأول لخط الرقعة والثاني لخط النسخ، ما رأيكم أن نقرأهما؟ النموذج الأول خط الرقعة، يقال: الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية. النموذج الثاني بخط النسخ، قال علي بن أبي طالب: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. على ما يحثنا النموذجان أيها الأبطال؟ أحسنتم، إنهما يحثان على تحسين الخط وتجويده، لأن فيه جمالا للروح والكتابة والمعنى، وحتى فيه جلب للرزق، فقد ورد في الأثر: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق. والآن عزيزي الطالب، قم بوضع إشارة صح أمام الميزة التي توافق نوع الخط مستعينا بالنموذجين السابقين. الميزة الأولى الأشهر في الاستخدام اليومي، أي الخطين يتصف بأنه مشهور ويستخدم بشكل يومي عزيزي الطالب؟ أحسنت، إنه خط الرقعة. الميزة الثانية، أي الخطين يتصف بأنه يراعي وضع الحركات على الحروف؟ انظر للنموذجين جيدا، أي النموذجين يحتوي على حركات أكثر عزيزي الطالب؟ أحسنت، إنه خط النسخ. انظر عزيزي الطالب لهذه الحركات، بينما لا تجد ذلك في خط الرقعة. إذن الخط الذي يراعي وضع الحركات على الحروف هو خط النسخ. أحسنتم. الميزة الثالثة، أي الخطين يستخدم في طباعة وكتابة الكتب؟ بالتأكيد هو خط النسخ. الميزة الرابعة، أي الخطين أسهل من حيث التعلم؟ أحسنت، هو خط الرقعة، لأن حروفه قصيرة ومعظمها ترتكز فوق السطر ويخلو من الزوايا والفنيات الموجودة في باقي الخطوط. عزيزي الطالب، سنتحدث في هذا الدرس عن طريقة رسم أشكال حروف الباء والتاء والثاء في خط الرقعة، وأرجو منك في نهاية شرحنا هذا أن تأتي بورقة لكي تحاكي فيها كتابة هذه الحروف بأشكالها المختلفة، ولكي تتدرب عليها أيضا. وهذه الأحرف لها عدة أشكال، انظر عزيزي الطالب لهذه اللوحة التي أمامك، ماذا تلاحظ؟ أحسنت، نلاحظ أن لهذه الحروف في الأساس شكلين، الأول بسن نحو الأسفل والثاني بسن نحو الأعلى. كما نلاحظ أيضا أن الأحرف الثلاث تشترك في شكل واحد، لاحظ، الذي يفرق بين الباء والتاء والثاء فقط وجود النقطة. فنحن عندما نرسم الشكل واحد مثلا أو اثنين، فإننا نعني حرف الباء أو التاء أو الثاء. كما نلاحظ أيضا أن هذه الأحرف من الأحرف التي تكتب فوق السطر ولا تنزل تحته، لاحظ عزيزي الطالب، كل هذه الأحرف فوق السطر. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا لنتعرف أشكال وحالات كتابة هذه الأحرف في أول ووسط وآخر الكلمة، ولكن لا تنسى محاكاة هذه الأحرف الموجودة أمامك. عزيزي الطالب، على نفس الورقة التي كتبت عليها الأحرف السابقة، قم أيضا بالتدرب على كتابة الكلمات التي سنتناولها في أثناء الشرح، والتي تمثل حالات كتابة هذه الحروف الباء والتاء والثاء. تكتب هذه الأحرف في بداية الكلمة على شكلين، الأول تحذف سنها إذا اتصلت بالميم أو الكاف أو الراء أو الباء، ومثال ذلك ثمرات وكلمة بكر وكذلك كلمة ترى. لاحظ عزيزي الطالب أن الثاء والباء والتاء
لم تكتب بسن، وذلك لأنها اتصلت بحرف الميم أو الكاف أو الراء. أما الشكل الثاني فتكتب هذه الحروف في بداية الكلمة بسن إذا اتصلت بالحروف الآتية: الطاء أو القاف أو الواو أو السين أو الصاد. ومثال ذلك كلمة بطة. لاحظ عزيزي الطالب سن الباء، فقد بقي السن لاتصال الباء بحرف الطاء. وكذلك قولك تقف، وكذلك أيضا كلمة ثوم. وتكتب هذه الأحرف الباء والتاء والثاء في وسط الكلمة على شكلين: الأول تحذف سنها ويقطع جسمها من الوسط، ومثال ذلك كلمة البدء. لاحظ سن الباء هنا لقد حذف، وأيضا جسم الباء قطع نصفه. أما الحالة الثانية إذا تتابعت هذه الأحرف الباء والتاء والثاء مع واحد من هذين الحرفين النون أو الياء لثلاث مرات أو أكثر، فيتم رفع سن الحرف الثاني. ومن الأمثلة على ذلك كلمة يتناول، وكذلك كلمة يتباحث. لاحظ سن التاء الثانية لقد رفعت في بدايته، وذلك لتتابع حرف الياء والتاء والنون في كلمة يتناول، وتتابع حرف الياء والتاء والباء في كلمة يتباحث، فرفعت سن الحرف الثاني. أما شكل هذه الأحرف في نهاية الكلمة فإن شكلها يكون متجها نحو الأعلى مائلا نحو اليمين، ومثال ذلك كلمة كتاب. لاحظ أن هذا الحرف حرف الباء متجه للأعلى ومائل نحو اليمين. عزيزي الطالب الآن تدرب على كتابة هذه الكلمات في ورقتك. والآن عزيزي الطالب اقرأ النموذج الآتي قراءة جهرية، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. التعبير عن الرأي بأدب واحترام الرأي الآخر يثمران محبة الناس. ما القيمة المستفادة من النموذج الذي أمامك؟ أحسنت أيها الطالب، القيمة المستفادة هي أن نعبر عن آرائنا بأدب وأن نحترم آراء الآخرين. السؤال الثاني: ما ثمرة التعبير عن الرأي بأدب واحترام الرأي الآخر؟ أحسنت، إنها محبة الناس. السؤال الثالث: ما هي الحروف التي نزلت تحت السطر في النموذج السابق؟ تأمل عزيزي الطالب النموذج، لاحظ إنه فقط حرف الميم هو الذي نزل تحت السطر فقط. تذكر عزيزي الطالب الحروف التي تنزل تحت السطر في خط الرقعة، إنها مجموعة في كلمة جمعه، وهي الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين في آخر الكلمة، والهاء إذا جاءت في منتصف الكلمة. جاء دورك عزيزي الطالب لتطبيق ما تعلمناه. قم بكتابة الجملة الآتية بخط الرقعة مراعيا الدقة في رسم الحروف والمسافة بين الكلمات. وكذلك عزيزي الطالب لا تنسى أن يكون خطك واضحا، وكذلك ابدأ من الرقم 1 صعودا إلى الرقم 2 ثم إلى الرقم 3. وانتبه عزيزي الطالب للأحرف المطموسة كالعين والميم. لاحظ كتابتي لبعض الكلمات الصعبة، كلمة التعبير مثلا، لاحظ حرف الراء لم ينزل تحت السطر، وكذلك انظر لكلمة بأدب، الباء هنا لا يوجد لها سن بأدب. وانظر إلى كلمة احترام، الميم مطموسة نزلت تحت السطر. وانظر إلى كلمة يثمران، وكذلك كلمة محبة. والآن أوقف الفيديو ثم ابدأ الكتابة. أشكرك عزيزي الطالب، أنا واثق من أن خطك جميل الآن، ولكنه سيصبح أجمل من خلال التدريب المستمر. تحدثنا في البداية عن مميزات خط الرقعة
وعرفنا أنه خط سهل التعلم ومنتشر بشكل كبير. وكذلك تحدثنا عن حالات كتابة الأحرف الآتية الباء والتاء والثاء، وعرفنا أنها تكتب في أول الكلمة فتكتب بحذف السن ككلمة ثمرات، وبإثباته ككلمة تقف. وكذلك تكتب في وسط الكلمة، وكانت الحالة الأبرز هي رفع سن الحرف الثاني إذا تتابعت هذه الأحرف مع واحد من هذين الحرفين النون أو الياء لثلاث مرات أو أكثر. ومثال ذلك كلمة يتباحث، وكذلك تكتب هذه الأحرف في آخر الكلمة فتكون متجهة للأعلى مائلة نحو اليمين كقولك كتاب. عزيزي الطالب، لا تنسى حل التقييم الإلكتروني على بوابة التعليم الإلكتروني LMS، حيث سيسجل حضورك لهذه الحصة من خلال حل التقييم.